منذ أعلن الحكومة الكورية الجنوبية نشر نظام ثاد في سيونجو جنوب كوريا الجنوبية، اندلعت الاحتجاجات بالانقطاع في سيول وسيونجو، وفي أعقاب زيارة عدد من ممثلي وأعضاء الحزب المعارض سيونجو لدعم احتجاجات السكان المحليين بعد ظهر يوم الثلاثاء، جاء بعض الأعضاء من تحالف السياسة الجديدة للديمقراطية المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية إلى سيونجو لدعم مطالب الشعب، وطلبوا من الحكومة الكورية الجنوبية أن تتخلى عن قرارها نشر نظام ثاد في بلادهم. تنقل أعضاء من تحالف السياسة الجديدة للديمقراطية المعارض إلى موقع نشر النظام ثاد في محافظة سيونجو أولا، حيث تأكدوا من الموقع الجغرافي هناك، ثم زاروا الحكومة المحلية لعقد محادثات مع المواطنين المحليين. هذا وقال الأعضاء إن الحكومة الكورية الجنوبية قررت دون التصريح بذلك نشر نظام ثاد في محافظة سيونجو، وهو تصرف مهمل في ظل عدم إجراء اتصالات مع المواطنين المحليين، ويجب أن تحصل مطالب واحتجاجات المواطنين المحليين على الدعم. لا يحتج المواطنون في سيونجو من أجل مصالحهم الخاصة فحسب، بل بهدف الحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية والحفاظ على سلامتهم وأمنهم. دعا أعضاء تحالف السياسة الجديدة للديمقراطية المعارض إلى إعادة المناقشة والدراسة على مستوى الكونغرس من جديد. كما قالت لجنة النضال لمكافحة ثاد إنها ستواصل أنشطتها الاحتجاجية في 15 من الشهر الجاري، وذلك للتعبير عن احتجاجاتهم على الحكومة الكورية الجنوبية.